لا تخاف من التحذير من أهل البدع، ولكن طريق التحذير من أهل البدع طريق وعر وشاق وفيه ابتلاءات وامتحانات، لأن المبتدع يجلسون لصاحب السنة بكل مرصد وبكل طريق. انت ماشي تلقاهم قاعدين قدام تواصل الطريق، ما تقيف له، ما تقيف، انت ماشي طوالي تضرب بالقرآن والسنة، مش بيدك، بالقرآن والسنة، وتبقى ماشي طوالي، ما تقيف، ما تقيف ولا تلتفت وراء، فإن الطريق مسلوكة سلكها الرسل والأنبياء وإمامهم رسول الله ومن اقتدى به أصحابه رضوان الله عليهم، وأوصلت هؤلاء جميعا إلى جنة الله. لكن لو وقفت بتتأخر، وربما تسقط، وربما الوقفة دي توديك لطريق تاني. لو وقفت تسمع للمبتدئ وتاني قالوا شنو، أيوة قول تاني، أو تناقشوا في فيسبوك في واتساب، تناقشهم، وليس لك سلاح، ما عندك قرآن، ما عندك سنة، ما عندك أقوال سلف، بتضيع والله الذي لا إله غيره. وكذلك مناقشة الحزبيين من أعداء سنة سيد المرسلين بتضيعك إذا أنت ما عندك سلاح. وإذا كان معك سلاح وعلمت أن هذا أو ذاك لا يريد الحق فلا تناقشه، ولكن حذر منه، ما تضيع زمنك، أوعك تضيع زمنك ساكن. طيب قال: ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. ليه بتحذر المسلمين؟ عشان ما في مسلم يقع في بدعة المبتدع الضال الشيطان المريد فلان أو علان فيهلك المسلمون. فهذا يدل على أن من يحذر من أهل البدع يريد الخير للإسلام والمسلمين. ما دار الناس يضلوا، نحن بنحذر الناس، فلان قال وعلان قال وفلان قال، لئلا يضل الناس ولكي لا يدخلوا النار وليدخلوا الجنة، فنريد لهم الخير، وإن أبوا الخير فإياك أن تتركهم من إيصال الخير لهم، وإنما توصل الخير ببيان السنة وتحذيرك إياهم من البدعة وأهلها، تنجو أنت وينجو من سمع كلام الحق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.